السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال والأحوال؟ معكم ليلى من أمريكا. الأحباء الأصدقاء، جيت اليوم ناقشكم في واحد الفيديو تبعت لي وتحدثت مع ثلاثة البنات في هذا الموضوع، اللي هما صفتوا لي هذا الفيديو ديال العراقي، وزير عراقي عنده يعني انسان الله يسترنا ويستركم، عنده مثلي، راجل مثلي، عنده قابليه مع رجل، وفتحوه في ذاك الفيديو. وانا تبان ليا كل واحد حر في نفسه، في جسمه، في جسده. الله يسترنا ويستركم. انسان تيبان، تيقول لك ها هو راجل. بالفعل كاينين بزاف ديال الرجاله تيبان لكم راجل، ولكن ما تعرفوش الخلفيات ديالو من قبل، كيف كان، اشنو وقع له، واش هو مزيود مثلي. انا تنظن بزاف ديال الرجاله اللي مزيودين مثليين تيكون باين عليهم مثليين، لكن الرجاله اللي تيبانوا طبيعيين شفتهم وحركتهم طبيعة الحال، راه كاينين المثليين ملوك، رؤساء، كولونيلات، جنرالات في جميع شرائح العالم كامل، جميع شرائح الخدمات والعمل. اللي بغيت المثلية ماشي غير وقعت دابا وكثرت، هي كانت موجودة من زمان، من العهد القديم العراقي الكنعاني. كانوا مجرد تيجوجوا الاولاد، ولكن هي واش هي كانت مقبوله عند جميع الشعب العراقي؟ لا، كانت عند طائفه ما وموجوده كما تنعرفوا في السعوديه وفي المغرب وبزاف ديال البلدان وفي افغانستان. وتاريخ الرومان الاسكندري، الجنرال اسكندر، وتاريخ القديم، العهد القديم اليوناني، والعهد القديم كما تنقول لكم الرومان، والعهد القديم المصري والكنعاني من الميدليس كامل. الأردن والفلسطين كانت عندهم واحد الفارسة، كانوا وحوش، كانت عندهم هاد تيغتصبوا الاولاد والغلام صغار. ماشي كلشي الناس مزيودين بهاد المثليه، لكن كاينين الناس اللي داروا لهم ديفيس، كان الناس اللي مرضوهم ان الاولاد تيتزادوا بحال ورقه بيضاء، شحال ما حطيتي ليهم تيتعوضوا على داكشي. دونك كاين الاغتصابات وكاين الله ينجينا ونجيكم اللي مزيودين تيشوفوا راسهم مساكن هما كذكر، ولكن عنده قبالية الراجل اخر مثلي بحالو، تيقدر يكون راجل اخر، هو خلل كبير. لكن كاينين حتى الناس اللي هما بالكثره، كاين بزاف المشاكل العائليين اللي تيغتصبوا لهم قرابين لهم، وكاين من الاسر اللي ما تنتبهوش لولادهم وما تعرفوش لهم اشنو ملي تيكبروا، كيفاش يفرغوا داك تكون عندهم مشكله هما ما عارفينش، ما تيدرسوش لهم، ما تنتبهوش، او بحكمهم في هذا الجيل ديال دابا، بحكم الام تتكون خدامه بزاف وعندها كلها الطاقه ديال الخدمه او مشغوله مع الراجل او لا، هذه ما تنتبهوش لولادهم اشنو باغيين وهما تيكبروا، او لا تعطيهم المربيين، يقدروا ياديهم حتى المربيين. هادو بالنسبه للاغتصابات اللي تتكثر المثليه، ولا اللي تيتزادوا صغارين ملي تيكون الولد تيبقى يلعب بحال الانثوي وانت ما تترديش ليه البال. كاين طبيب اللي تيصحح هذا الشيء، وكاين اللي هو مزيود انثوي 100%. الله يسترنا ويستركم. حاجه صعيبه على الانسان في النفس ديالو يلقى راسو هو كرجل وعنده قبليه لرجل اخر، راه ماشي سهله على هاد الناس. تلقاهم ضعافين رقيقين، اغلبيتهم كلهم ضعافين رقيقين، تيدخلوا من الداخل ديالهم تيضروا، ان تيشوفوا راسهم هما رجال، لكن ما فرحانينش. حاجه شويه صعيبه وقاصحه.
لكن هذه راه كانت فهم عند رجال الدين، عند رجال الأديان كاملة، وفي العهد الإبراميات كما تقول العهد القديم العراقي والمصري والعهد الإمبراطورية الإسلامية. وكان قوم لوط راه ماشي هو على النبي، قوم لوط على القوم ديالو اللي كانت واحد الحاجة عندهم شائعة، بحال اللي غادي نقولوا في الرومان كانت واحد الحاجة في واحد الزمان، واحد الفترة في الرومان كانت الناس تمارس هذاك الشيء في الزناقي، يعني كانت عندهم حاجة خايبة ومصيبة. ورجال الأديان كانوا في الكنائس، كانوا عند المعبد أو في المعابد عند الخخان، أو لا كان عند الشيوخ، تقدر يأدي مرض هذا، وتنسميهم مرضين نفسانيين، تيبغيو يفرغوا داك الكبد ديالهم، ما عندهمش الكونترول كيفاش يكونتروليو راسهم. اما بالنسبه للناس اللي مزيودين الله يسر، حاجه خايبه اولا تقدر تكون المناخ ولا داكشي بالكثره. كما تتعرفوا في واحد الزمان في العهد الاسلامي، ومنين دخل الاسلام وكانوا الناس صعب عليهم يمنعوهم لا خمر ولا هاد التربيه ديال الغلام، والغلام ويكون عندهم الولد صغير ويربيوه ويبنتوه ويطلعوه، يعني شنو تيبان لكم هنا؟ واش هاد الولد هو اللي تزاد مثلي او رباوه على قاعده ويربيوه فيه في هاد لي فيس؟ هادو راه كانت في جميع الشعوب كامله وجميع الاديان، وهو الدين تيرفضها ولكن الناس تيديروا الدعوه، ما غاديش نعمم كلهم حشو مع الله، لكن عندهم اغلبيه كثيره وحصلوا بزاف الناس في الكنائس سيديروا هاد، هما مثليين، هما تيقول لكم هما رجال الدين، وحصلوا الناس في الفقه في الجوامع. كما تنقول كاين هذه الحاله اللي تنقول انا كانت كثيره في الاردن او في فلسطين. خرج واحد اردني تيقول لهم هو كان يعني قاري الاسلام وخدام في وزاره الثقافه والاسلاميه، ومشى هاجر لكندا وبقى تيطلق بالتسريحات ديالو، وهو تيبان لك واحد الشخص راجل عادي طبيعي، ولكن هو مثلي عنده قبليه مع رجل وعائلته كانوا بغاو يزوجو. قالك علاش انا نظلم هاد المراه اللي غادي تزوج بيا وانا ما غاديش نكون ليها؟ دونك بدا تسرح بالتسريحات ديالو. المثليه راه ما كايناش غير في المغرب، وهاد الفيس وهاد الامراض كاينه مع الفقر وكاينه مع الاختطافات، وكاينه الناس راه تضر ولادها او لا تضر من عائلتها من عندها، ومشاكل كثيره بحال هاد المثليه دراسه فيها، والاطباء تيديروا دراسات كثيره في هاد المثليه، وكاين الناس اللي تتغير من راسها ما تتلقاش اللي حداهم الوالديهم حداهم يصحوهم ويديروا لهم ان كونترول باش تعرف اشنو هي بغات او هو اشنو بغا. دونك تيكون حتى الخلل، بحال دابا انا تنشوف الاولاد هنا في امريكا بزاف اغلبيتهم والديهم ماشي موجودين معاهم، يعني مطلقين وعندهم واحد الخلل. اما ملي تنشوف شي صاحبتي تتكون عندها ولادها وداكشي تتفرح لبنتها بالله هي عندها فيونسي خطيب، او لو ولدها عنده خطيبته، تيبان لك هنا بالله راه هي مقابلهم غادي في الطريق الصحيح، بالله عندي خطيبتي وفرحانه بالله ولدها عنده خطيبته، يعني شد طريق صحيح ماشي انحرف وخدا شي حاجه اللي ما تقبلهاش المجتمع تيرفضها كثير. والله يسرنا ويستركم. منين تبعت لي هذاك لا فيديو ديال داك السيد الوزير، انا تنقول من هنايا راه من الحشومه هاد رجال المافيا، تيحطموا من سمعات ديال الانسان وشخصيته والديفو اللي فيه هو، وانتم الله اعلم به كيف قلبه هو لداخل، واش هو فرحان بهذيك داك الحاله او لا، هو ما تعرفوش الخلفيه ديالو واش هو مريض ولا مرض بهذيك سميتو، او لا هو بالفعل عنده
يعني عنده قبليه للراجل اخر، حنا ما تنعرفوش، حنا تنعرفو غير المجتمع ما تقبلش، ولكن ما تندرسوش العقليه ديال الانسان والمشاكل ديال الانسان واللي تيدوز منها الانسان. وهو هذا اللي تنقول انا، الانسان يطلب السلامه، النار من العهد القديم الزمان، وكانت هاد الفوضى مع الناس رجال الدين. وقراو زيدوا عمموا، قراو مزيان وبحثوا، غادي تلقاوها في افغانستان لحد الان. ميم حتى مشات القاعده مشات لتماك ما قداش تحبسهم في افغانستان. عندهم واحد الدراري تيسميهم بابوشي، واحد الدراري تيرقصوا طبيعه الحال دورا ماشي مزودين والديهم بحال داكشي ديال مراكش. سير اولدي دبر على راسك، تلقاه في جامع الفنات يدير الدريره وتيشطح، حتى هما تيمشي لواحد القاعه بيت كبير ومجموع فيه شكون هادو، راه ما كاينش العيالات غير الرجال كلهم. وتيبداو يصفقوا ليه، هو مسكين تيرقص باش يجمع هذاك الفلوس يعطيهم لوالديهم. في الاخر تيشدو بحال هكا وتيطيروا عليه ويلعبوا بيه هكا عرمه ديال الرجاله، وتتلقى الحياه ديالهم حتى لهنايا باش تعرف عندهم مرض نفساني في العقل. ان الانسان انا تنكونترولي راسي، انت تكونترولي راسك. الغريزه هي خاصها تكون من صغر والديك كيفاش يعلموك، كيفاش تحت يتابعوا ليك هاد الحاجه خايبه، هاد الحاجه مزيانه، لا هاد الحاجه ما ديريهاش، يحدو معاك حدي بالك عندك تمشي في الطاكسي. الله يرحم جدتي، دائما كانت توصيني، دائما كانت تقول لي وكملت من عندي انايا. في البدايه دائما ما تلقايش شي حد اللي توصيك عندك تركبي سيري مع الناس، ما تمشيش بوحديتك. كاين حنا راحنا في غابه، اغلبيه الناس من هذا الفيديو اللي غادي نلخصو، من اغلبيه الناس راه كاينين اللي مغتصبين، وكاينين واحد الفئه اللي مزيودين خلقا هكاك. الله يحفظنا ويحفظ وليدات الناس، وتنقول انا طلبوا السلامه، والسلامه هي كل شيء. ما يتعجبش في ولاد الناس، ما يتعجبش في البلاء، البلاء موجود. حنا راه في غابه عباد الله، راه حنا في غابه في هذا سميتو، مجرد تلقاي الناس بعقولهم وهكاك وتغتصبوا الدراري صغار. شحال من واحد صفروه من هنايا من امريكا رجعوه لبلادو، انهم عندهم دي فيس ما عندهمش كونترول. وشكرا لكل ما هو سمع لي في هذا الفيديو، و تنشكر كل واحد اللي هو تيتسجل معايا يوميا، وتنشكر كاع الناس اللي هما تعطيو رايهم في اي موضوع اللي تنعطيو اللي تنديرو. وشكرا لكم جميعا، معكم ليلى من امريكا، واحبكم في الله، تحياتي للجميع. لا تخافش من طبي، ولا تخافش من طبي.